من مطروح. خلونا نشوف معاكم الوضع في البحيرة. ومعانا على تليفون المهندس محمد سعيد نشأة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. حابين نطمن من حضرتك عن الوضع الآن في البحيرة، وهل لسه في أمطار وتقلبات شديدة في الطقس وتراكمات للمياه في الشوارع؟ هي ابتدت النوة معانا من فجر يوم الأحد، اعتبارا يمكن من الساعة 1 صباحا، وإحنا قبلها كان في تحذير من غرفة العمليات ومن الشركة القابضة بهذه النوة يعني. وطبعا إحنا في البحيرة، يمكن شمال البحيرة تحديدا، في 7 مراكز متأثرين من ناحية الشمال بالنوة دهية، اللي هي رشيد وإدكو وكفر الدوار وأبو حمص ودمنهور والإتاي والمحمودية. فدول دايما بيبقوا دايما مع الجزء الشمالي، فبيبقوا متأثرين بالنوات. احنا عندنا في البحيرة طبعا اول ما بيجي الانذار يمكن قبليها ب 12 ساعة بنبتدي نوزع العربيات على الاماكن، طبقا للخبرات السابقة، الاماكن اللي هي بيحصل فيها تجمعات مية او اماكن ما فيهاش شنايش امطار، لان البحيرة كما تعلمي فيها جزء كبير يعني ريف ومدينة، أراضي يعني زراعية. فاحنا عندنا في جميع المدن طبعا شنايش أمطار وأماكن لتصريف الأمطار وبتتوزع العربيات. احنا عندنا في البحيرة حوالي 120 معدة كبيرة، زائد عربية سيول، زائد 42 بدالة بيتم انتشارهم في الأماكن اللي هي من الخبرات السابقة، اللي هو بيتكون فيها بتبقى أماكن منخفضة فبيتكون فيها مياه الأمطار. وفي تنسيق تام بيننا وبين الوحدات المحلية في المحافظة على أساس الأماكن الغير مخدومة بالصرف الصحي بيتم انتشار فيها عربيات الوحدات المحلية. وإحنا يمكن كانت شدة المطر امبارح يوم الأحد تقريبا من الساعة 12 الظهر للساعة 3 عصرا، لكن قبل وبعد كان في الأمطار تعتبر خفيفة إلى متوسطة، والحمد لله يمكن الأوضاع مستقرة جدا في محافظة البحيرة. وتلاشت يمكن من صباح هذا اليوم الوضع مستقر والحمد لله يعني. الحمد لله. أنا يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا مهندس محمد سعيد نشأة، رئيس شركة مياه شرب وصف الصحي بالبحيرة، على المتابعة وكمان النزول على الأرض لحل الأزمة تراكم مياه الأمطار قبل حدوثها وقبل حدوث أي تضررات من خلالها.